أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إعجاز البيان في القرآن أسألكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم درس؟ هل حمل الطبشورة؟ هل رأى سبق؟ هل رسولنا صلى الله عليه وسلم درس على أستاذ، على شيخ، على دكتور؟ هل دخل مدرسة صلى الله عليه وسلم، كلية، جامعة، أكاديمية بأبي أمي صلى الله عليه وسلم؟ هل رسولنا صلى الله عليه وسلم درس علما، فلسفة، اطلع على كتاب عنده مؤلفات صلى الله عليه وسلم، نظم شعرا؟ هل جلس مع خبراء أو فلاسفة؟ كل هذا لا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطل. لم يدرس ولم يقرأ بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ولم يخط خطا ثم نزل عليه القرآن. تعال الآن إلى الإعجاز فقط البياني في القرآن. في القرآن إعجازات كثيرة، إعجاز علمي، إعجاز بياني، إعجاز لفظي. أنا بحكم قراءتي في الأدب والشعر واللغة سوف أقف معك مع البيان، الإعجاز البياني في القرآن كلمة كلمة، كل كلمة معجزة في القرآن. اختيار أئمة البيان الذين تكلموا مثل الزمخشري، مثل الجرجاني وغيرهم من أئمة البيان تكلموا عن إعجاز البيان. والله إن كل كلمة معجزة في مكانها في القرآن، إعجاز. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، باسقات، قف معي في كلمة باسقات. باسقات يقول العلماء، لم يقل طويلات لأن الطول مشترك، باسقات الطول في جمال وفي حسن وفي بهاء، فاختار باسقات. لها طلع، يعني والنخلة باسقات لها طلع، لم يقل ثمر لأن الثمر أيضا مشترك. طلع هو الذي يبدهك بحسنه وبجماله وببهاء. نضيد، نضيد هنا هو المنظوم في حسن راعى فيه الفاصلة، وهناك هضيم راعى فيه الذوق والطعم. قال هنا نضيد، يعني قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. تعال معي إلى الإعجاز البياني في هذه. قال وهو الذي ينزل الغيث، انظر كيف اختيار الغيث، لأنه وقت جد وقحط ولم يقل المطر، لأن غالب ما يستخدم المطر في العذاب، فأمطرنا عليهم مطرا. قال من بعد ما قنطوا، لأنه أبعد في القدرة، إذا يئسوا ثم جاء الغيث كان هذا أحظى إلى أن يتصلوا بربهم، وأن هناك إله سبحانه وتعالى يدبر الكون. قال بعدها وينشر رحمته، لأن الرحمة مع المطر مع الغيث يعني يخرجها من الغرق والعذاب والدمار. قال وينشر رحمته فيستفيد. فالمطر بلا رحمة لا يكون في إغاثة، ولا يكون فيه نماء، ولا يكون فيه خير للناس، ولا يكون فيه بركة. وينشر رحمته. قال وهو الولي الحميد، هذا فيه الاقتران في القرآن، إعجاز الاقتران في القرآن. ألا في السيوطي إعجاز الاقتران في القرآن، معجزة. وهو الولي الحميد، لأنه لما ذكر الغيث والرحمة ناسب نذكر الولاية لهم. قال والحميد، لأنه ليس كل وال محمود في ولايتي إلا الله، فإنه الولي الحميد هو لا يحمد في ولايته إلا الله. فلما تولى أمر عبادي حمد سبحانه وتعالى وشكر على حسن صنعه ولطفه وعدله. لما ذكر الغيث ناسب أن يأتي بالولاية لأنه غاثهم، والحمد لأنه محمود سبحانه وتعالى مشكور على حسن صنيعه بعباده جل في علاه، وهو أيضا. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لماذا أتت الحمد لله رب العالمين بعد العذاب؟ قطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني عذبوا، يعني قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ذكر الحمد لثلاثة معاني بعد العذاب، بعد ذكر الدمار ذكر الحمد، الحمد لله رب العالمين لثلاثة أسباب. أولها أنه لا يحمد على مكروه غير الله سبحانه وتعالى، فإن لطفه وكمال عدله وعلمه واطلاعه جعل المكروه في خير لقوم. ثانيا في قطع دابر أعدائه مصلحة لأوليائه ونصر لأوليائه، فهو محمود على هذا سبحانه وتعالى، لأن هذا نعمة بالنسبة لأوليائه. ثالثا لأن أخذه عدل وعطاءه فضل سبحانه وتعالى، فهو محمود في الحالتين، يحمد سواء في العذاب أو يحمد سواء في النعمة. أحبة البيان الإعجازي في القرآن شيء مذهل، يأخذ مجلدات وساعات وأيام وليالي، لكن اكتفيت بنموذج فقط. تحياتي لكم. آمل أن نعود إلى تدبر القرآن وإدراك المعاني واللطائف والإعجاز فيه، إعجاز البيان، إعجاز التشريع، إعجاز اللفظ، إعجاز الأثر